فالك يقدم الطعام من أجلك اليوم. لن أترك حليمة، أريد أن تراني حين تستيقظ. أنت غاضب أرطغرل لأني أعطيت توتكين المهمة التي كلفك بها والدك. أعلم أن هذا الأمر يحزنك بني. ظننتموني ميتا، ولهذا أنتم اتخذتم قراركم، لكن أنا الآن حي أرزق وأجلس معكم، ولهذا قراركم لم يعد له أي قيمة بالنسبة لي. أعلم لا تريدين مشاكل مع خالي بعدما قدمه لنا. لا أريد أن أفسد قراركم وأكون عبئا على أكتافكم. وماذا ستفعل بني؟ ها؟ لنترك سادة القبيلتين يقررون هذا، وسأقول كل ما لدي في المجلس ليعرف الجميع من العدو وما هو مدى خطورته وكيف سنحاربه معا، وبعدها السادة هم من يتخذون القرار. الطعام جاهز، هل تريدين أن أفعل شيئا؟ لا يا ابنتي، بما أن أرطغرل قد عاد سيكون مع زوجته في الطرف الأيمن، وأنت ستبقين معي في الطرف الأيسر حتى تتزوجي. ومن سيتزوجني؟ لما؟ ماذا ينقصك؟ تعرفين ما الذي حصل؟ ماذا قولي؟ طعني بالسكين أمي. من الذي يعلم أنك لن تستطيع الإنجاب؟ هذا تقدير الله يا ابنتي. لن يخاطر أي رجل بالزواج مني. لا يا ابنتي الجميلة، أي رجل يحبك سيخاطر بهذا، فهمتني؟ لقد اخترت زوجة محاربة مثلك، وإن أصبحت عدوا لنا فحتما ستكون ضحية الحرب التي لا رحمة فيها هي زوجتك وكل من تحبه. لا زلت تقاوم، إذن لن ينتهي هذا العذاب حتى تصبح تحت إمرتي. أرطغرل، لقد عدت سلطانة، عدت. لم تذهب، كنت معي. لن أذهب وأتركك مع طفلنا.